اهلا بيكو، معاكو احمد المسلمي، ودي حلقة جديدة من حلقات تعليم الفوتوشوب. الحلقة اللي فاتت احنا كنا اتكلمنا عن ايه هو الفوتوشوب وازاي اقدر افتح فيه ملف جديد. الحلقة دي هنعرف فيها مع بعض ازاي اقدر بعد ما فتحت ملف جديد انظم صفحة العمل اللي انا شغال فيها، ايه هي الادوات اللي موجودة في الفوتوشوب، ازاي اقدر استخدمها، ازاي اقدر انظمها واعرف خصائص كل اداة منها. بدون كلام كتير يلا بينا نروح على الفوتوشوب ونعرف هنعمل ده ازاي. يلا بينا. طيب، زي ما احنا شايفين احنا فتحنا دلوقتي الصفحة بتاعت الفوتوشوب او البرنامج بتاع الفوتوشوب عندنا، وهنبدأ نراجع كده مع بعض عن اللي احنا خدناه الحلقة اللي فاتت. هنيجي اول حاجة هنروح عاملين نيو فايل، وهنختار المقاس اللي احنا عايزينه، بقى ايا كان المقاس. زي ما احنا قلنا احنا بنحدد المقاس وبنحدد الريزوليوشن وبنحدد اسم الملف والحاجات دي كلها. حددنا المقاس اللي احنا عايزينه وحددنا الحاجة اللي احنا نشتغل عليها بقى، سواء بيكسل سواء انش حسب الاستخدام بتاعي، وحددنا كمان الريزوليوشن. تعالوا هنعمل كرييت ونبدأ نتعرف عن الواجهة بتاعة الفوتوشوب اللي احنا بنشتغل فيها، او بمعنى اصح زي ما احنا بنقول الارت بورد او صفحة العمل. طيب، اول ما بفتح الفوتوشوب وبعمل ملف جديد بيظهر عندي كده مجموعة اختيارات وقوائم انا مش عارف منها حاجة. يعني انا مش فاهم الدنيا هنا رايحة فين، جاية منين، الاستخدامات بتاعة الحاجات دي كلها ايه. طيب، خليني اقول لك ان احنا اول حاجة عندنا القائمة الرئيسية اللي هي فيها فايل وإديت وإيمج لاير بقى وطايب وسلكت وفلتر، الحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها كل قائمة بينزل منها قائمة تانية فيها خصائص واستخدامات هنتعرف عليها مع الوقت، وهنتعرف عليها اكتر واحنا بنعمل تجارب عملية او بنعمل تطبيقات على الفوتوشوب. بعد كده بيجي معايا القايمة اللي هي بتاعت التول بار. طيب، التول بار دي فيها ايه او بستخدمها في ايه؟ التول بار دي هي القايمة الاساسية او البار الاساسي اللي هو فيه الشغل بتاعي او فيه الادوات اللي انا بستخدمها في الفوتوشوب. يعني ببساطة انا لو جيت هنا هلاقي عندي مجموعة من الادوات. كل اداة لو انا جيت سبت الماوس حركته عليها وقفت كده هلاقيه بيشرح لي الادوات دي ايه واستخداماتها ايه والكلام ده كله. على سبيل المثال عندي اداة الموف تول، ودي اختصارها حرف الفي. الاداة دي من اسمها موف يعني تحريك، وهي اللي خاصة او المسؤولة عن تحريك العناصر داخل صفحة العمل او ورقة العمل اللي انا شغال عليها على الفوتوشوب. طيب، قيس بقى على كده باقي الادوات. كل اداة لما بقف عليها بيبدأ اشرحها لي، وطبعا هنتعرف على الادوات دي كلها مع بعض واحنا شغالين في الحلقات اللي جاية، وهنعرف بالتفصيل كل اداة بتعمل ايه. تمام، يبقى احنا عندنا هنا ده الشريط الخاص بالادوات، وده من اهم الحاجات، هو مش من اهم، هو اهم جزء موجود عندي في الفوتوشوب. هو جزء تاني وده لسه هنروح له دلوقتي، ولكن خلينا اقولك ان كل اداة من الادوات دي ليها خصائص معينة. طب انا اعرف الخصائص بتاعتها منين، او اعرف الاوبشنز بتاعت كل تول او كل اداة دي منين؟ تعالى مع بعض كده هنيجي مثلا هنقف على الاداة بتاعت الموف تول. بص معايا كده تحت الشريط الرئيسي هلاقي فيه بار تاني. البار التاني ده كل ما اتحرك من اداة لاداة تانية هيبدأ يتغير شكله معايا حسب خصائص كل اداة، ومن هنا بقدر اعرف خصائص الادوات. تمام، يعني انا مثلا جيت هنا واقف على الموف تول فهلاقي شكل الخصائص بتاع ادواتها شكل الخصائص بتاع الاداة دي بالمنظر ده. هاجي مرة تانية هتحرك مثلا على الاداة زي الكروب تول هلاقي الشكل اتغير عندي بالمنظر ده. الاداة مثلا زي البرش وهكذا، تكست، كل اداة عندي او كل حاجة موجودة ليها خصائص معينة هبدأ اشوفها في الشريط اللي فوق. طيب، هل بس ده اللي موجود في البار بتاع الادوات او التول بار؟ لا،
وفي حاجة كمان، احنا عندنا مجموعة الأدوات دي عبارة عن ان هي جروبس او مجموعات، كل مجموعة فيها مجموعة أدوات جوه. يعني لو جيت مثلا هنا ضغطت انا كليك يمين على اي أداة من دول، هلاقيه راح فتح لي في الجنب كده مجموعة أدوات تانية موجودة. يبقى انا لما باجي بضغط كليك يمين او اضغط ليفت كليك او كليك شمال بشكل طويل على الجروب دي او على الايكون دي، بيروح ظاهر لي مجموعة الادوات اللي جوه الجروب. طيب انا اقدر اختارها منين؟ انا بروح ضاغط كليك يمين كده بيروح ظاهر لي وابدأ اغير بين الادوات او اختار الاداة اللي انا عايزها. طيب بعد كده هنروح مع بعض للجزء الثاني من الـ الواجهة بتاعت الفوتوشوب، وهي على اليمين اللي هي الجزء اللي فيه اللايرز او الطبقات اللي انا بشتغل عليها. طبعا احنا هنشرح اللايرز بعدين وهنشرح خصائصها وهنشرح ازاي اقدر استخدمها وايه الفرق في الترتيب بتاعها، ولكن احنا بناخد النهاردة بس نظرة عامة عن شكل الادوات والتفصيل بتاعها والحاجات دي كلها. يبقى انا هاجي هنا على اليمين هلاقي عندي الجزء اللي هو فيه اللايرز، وطبعا كل حاجة عندي بقدر اخفيها او اظهرها زي ما انا عايز، او اقدر اختار بين البوتونز او بين الزراير اللي موجودة عندي او بين التبات اللي موجودة، علشان حسب الاستخدام اللي انا عايزه. طيب خلينا كده دلوقتي، احنا القايمة هنا عندنا ظاهر فيها اللايرز اللي موجودة او اللاير اللي موجود اللي انا شغال عليه. لو نزلت تحت خالص هلاقي عندي كده في شريط رفيع تحت، الشريط ده برضو في مجموعة من الادوات. الادوات دي اللي هي ان انا كرييت لاير، ان انا اعمل لاير جديد، او ان انا كرييت جروب، اعمل جروب جديد بحط فيه مجموعة لايرز، ده عشان التنظيم بتاعي وانا شغال على الفوتوشوب. علشان لو انا مثلا شغال في بروجكت، عشان مثلا انا لو شغال في بروجكت في مجموعة لايرز كتير، في حاجات كتير اقدر اتحرك بينهم بسهولة او اقدر الاقيهم بسهولة. عندنا كمان الادجستمنت لاير، وده هنشرحه بعد كده. الادجستمنت لاير وهو بشكل سريع هو مجموعة من الافكتس او الاديت اللي انا بعملها على الصورة او اللي انا بعملها على البروجكت او التصميم اللي انا شغال عليه. ده باختصار، وطبعا بعد كده احنا لسه هندخل وتعمق والحاجات دي كلها لانها مكملة معانا لحد اخر الحلقات. بعد كده عندي هلاقي الزرار اللي هو بتاع الماسك، الماسك ده برضو هنشرح تفاصيله والحاجات دي كلها. الاف اكس برضو دي اللي هي احنا بنقول عليها البلندنج اوبشنز. البلندنج اوبشنز دي في كذا طريقة علشان اقدر اجيبها بيها، ممكن اقدر اجيبها من تحت من هنا، او في طريقة تانية ان انا بضغط دبل كليك في مكان فاضي هنا مثلا على اللاير، فبيفتح معايا اللاير ستايل او البلندنج اوبشنز، وابدأ اتحرك ما بينها واختار الحاجات اللي فيها. طبعا بس عشان الموضوع ما يكونش صعب عليك، فانا بديك بس نظرة عامة علشان ما تتلخبطش انت، بس علشان تبقى عارف الواجهة عندك فيها ايه الكلام ده كله. ولكن قدام مع الوقت هتلاقي الموضوع سهل معاك، هتلاقي الحاجات دي بقدر اعرفها بسهولة وبختار بينها خلاص، لان انا ايدي تعودت عليها. علشان كده زي ما بقولك دايما ان الفوتوشوب او التصميم هو ممارسة اكتر من ان هو دراسة او ان انا اقدر احضر دروس والكلام ده كله، او احضر محاضرات او اخد كورس. عشان كده دايما اهم حاجة عندنا في التصميم ان انت تمارس وان انت تحرك ايدك. طيب هنيجي هنا كمان عندنا في فوق مجموعة خصائص تانية زي اللوك، ان انا بقفل اللاير اللي انا واقف عليه، او ان انا عندي هنا باجي في عندي لوك بوزيشن، في عندي اللوك ايمج بيكسلز. الحاجات دي كلها هنعرفها قدام، هنعرف احتياجنا منها ايه.
هنعرف كمان ايه اللي هنستخدمه منها وايه اللي مش هنستخدمه. عندنا هنا كمان لو جينا هنلاقي الاوباسيتي، هنلاقي الفل، والاتنين دول خاصين بالشفافية بتاعة كل لير احنا بنستخدمه. طبعا الحاجات دي كلها احنا هنشرحها وهنعرفها مع بعض زي ما قلنا قبل كده، وهفضل اكرر هنعرفها مع بعض بالممارسة وهنعرفها مع بعض قدام. طيب عندنا حاجة كمان، لو انا مثلا مش هستخدم كل القوائم دي او كل الحاجات دي، اقدر اعمل ايه؟ اجي ببساطة هنا على ويندو من خلالها اقدر اخفي القايمة اللي انا مش محتاجها او اظهرها تاني. فقايمة ويندو هنا موجود فيها كل الحاجة حسب ما انا هستخدم. يعني مثلا لو انا شخص بستخدم ال 3D كتير، هاجي هنا دوس على 3D هيروح ظاهر لي قايمة الاستخدامات بتاعت ال 3D. لو انا شخص عندي هنا مثلا وانا شغال الدنيا عندي باظت واتلخبطت ومش لاقي حاجة من اللي انا كنت شغال بيها، هاجي اعمل ايه؟ ببساطة انا عندي كذا اختيار، هاجي مثلا هنا في سهم صغير كده فوق، هروح دايس عليه هيجيب لي كل حاجة انا كنت شغال عليها او كل ورك سبيس انا كنت شغال عليها والخصائص بتاعتها ايه. الورك سبيس عندي اتلخبطت وعايز ارجع للديفولت، هروح جاي ببساطة انا شغال مثلا على الاسنشلز، هروح جاي ضاغط ريست اسنشلز هيروح مرجع لي الشكل الديفولت بتاعها خالص. يبقى زي ما اتفقنا مجموعة القوائم دي كل قايمة ليها استخداماتها وليها التولز بتاعتها والحاجات اللي اقدر اوظفها. يبقى زي ما اتفقنا كل حاجة في الفوتوشوب ليها استخدام معين، هتيجي بعد كده مع كتر الممارسة والحاجات دي كلها هعرفها ببساطة وهقدر استخدمها بسهولة. لحد هنا بتكون الحلقة بتاعتنا انتهت. علشان ما تطولش على الناس، لو عجبك المحتوى اللي احنا بنقدمه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتعمل لها شير علشان غيرك ياخد اقصى استفادة. اتشرفت بيكو، كنت معاكم احمد المسلمي، وده بودكاست تك الزرار. دمتم بخير.